يا ابو جانتي، انا مو بعرف كيف اطلع من يزاك وارد لك جميلك على اللي سويته وياي. الله يسامحك، شو عملنا غير واجبنا؟ بعدين كسبنا معرفه شاب ادمي وابا ضايشر واك بالخير. بس انت بصراحه الله يسامحك لانك درت ويا سامر. انا درت ويا سامي؟ إيه؟ الله يسامحك. هلا بعد كل شيء عملته معك وقلت لي درت معه، انا بامري ما وقفت غير الا مع الحق، وانت زلمه حقاني وهو الحق عليه مع انه ابن بلدي. بس بصراحه قضينا وقت وايد حلو وتسلينا. والله اي والله انت ظريف. الله يخليك. بس شوف يا ابو جانتي، اذا بغيت اي شيء او احتجت اي شيء بيتي والدله والمحلات وتعرفها، ترى ما يردك الا لسانك، واعتبرني مثل اخوك. لك تسلم المحلات ويسلم البيت واصحابه. الله يسلمك. تفضل يا ابو جانتي. شو ها؟ علي ما علي ما بتدفع ولا فرنك، صلي على النبي. لا والله اعوذ بالله. لا يا ريال انت تستاهل اكثر من كذي، وبصراحه انا لو اجمع فلوسك كلها واعطيك اياها بعد تستاهل اكثر. لك الله يعزك يا رب. روح الله يوفقك يا رب ويفتحها في وجهك. الله عليك يا سعد. والله يا ام النور انتم بتقرروا وبتبتوا بهذا الموضوع، احنا بصراحه حطينا كل الاحتمالات قدامكم وانتم فيكم تقرروا. لا تأخذيني ست كريمة، فاجأتيني بهالطلب. يعني انت يا ام النور ما بتقولي، انت بتأمري والناس الأوادم شرواكم ونحطهم فوق راسنا. مثل ما بتعرفي ست كريمة، أخوها مسافر ببلاد الغربة، يعني ما منقدر نتصرف بأي شيء إلا بمشاورته نحن. ايه إلهي يرجع لك يا بالسلامة. بعرف انه لازم من حقه يجي ويتعرف يعني ويسأل، وانا يا ست ام النور بربي ابني كل شبر بندر، ومن يوم ما توفى أبوه أنا عم ربي وأسس فيه، مو ناقصه شي الولد، بيت، مصاري، مكتب، سيارة، من كل ما جميعه. يعني أنتي مو ملاحظة ست كريمة بأنه بعرف أنك بدك تسألي هذا السؤال، لأنه الناس لما بيشوفوني قديش حلوة وصغيرة بيفكروا أنه ابني عمره 10 سنين. بتعرفي يا ست أم النور، الجمال بينعطى لناس وناس، وأنا بابي جودة بيك على قد ما كنت حلوة جوزني صغيرة، كان يخاف علي كتير من كتر ما أنا حلوة. اللهم لا شمعتي حبيبتي أنتي، أنا أول ما شفتك تفاجأت بجمالك الأخاز كتير كتير. تقبريني شو بتفهمي؟ بعرف أنه جمالي أخاز لأنه أنا جمالي مخلط، أجدادي شي من تركيا شي من بلاد فارس شي عندي كمان شي هندي، يعني غاندي أحد أجدادي. والله يا ست كريمة حجر عينك في من الحجر الأسود، بدك تقولي ما الحجر الأسود كليته إلنا. Hi, man. Hi. Are you free? No, thank you. Oh. Because I need you this night, all this night. Okay, don't worry. Sorry. شو سميها ام كلثوم علي؟ او نايس، انت عربي؟ وافتخر. اهلا وسهلا، هيك حنتفاهم اكثر انا وياك. لك متفاهمين باذن الله ان كان بالعربي وان كان بالانجليزي. والله اهلا وسهلا. شو اسم الكريم؟ محسوبك ابجانتي كينج اوف سوناتا. كينج اوف سوناتا؟ وحضرتك؟ انا اسمي حمدي، وينادوني هون في دبي وبالخليج العربي حمدي بورصه. اي بورصه سعيده يا ميت، اهلا وسهلا شرفنا. اهلا وسهلا. بس شو هي هي البورصه؟ البورصه يا ابو جانتي هي يعني ايش بدي لك؟ انا يعني انا احكي لك عن نفسي، انا اكثر واحد ابو جانتي خسرت بهالبورصه كثير وربحت كثير. ان شاء الله الف مبروك. بس رجعت خسرت ثاني. يا حبيبي اي والله هي الدنيا مره فوق مره تحت. يا سيدي يا سيدي اخ حبيبي. بس تعرف ابو جانتي؟ لا والله. انه اللي بيعرف يشتغل بالبورصه او بالاسهم. الاسهم؟ اي والله. روبن هود وعنتر بن شداد؟ لا يا رجل، وين راح تفكيرك؟ الاسهم يا ابو جانتي هي شغله مضاربات، يعني كيف ضرب بوكس يعني. لا يا رجل لا، وين انت بس سريع شوي. طيب معك. ايه لا تاخذني بس لانه ايه لا لا حبيبي، الـ الـ المضاربات يعني ممكن انت بضربه واحده معك 1000 بتصير 100,000. معي شي 150 درهم بيمشي حاله؟ ايه جيت متاخر كثير. خلص كل شيء متأخر. ايه خلص الله وكيلك، مالي بالطيب نصيب. يا عمي لك اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. وحضرتك ضربت ولا هربت؟ لا لا يا ابو جنتي، حمدي بورصة بيهرب؟ معقول هالحكي؟ بري عليك. يا حبيبي انا اذا بدي اهرب لمين بدي اترك كل هالنسوان؟ كل هدول 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 هون هون هون.
وين نسوان؟ مالي شايف نسوان. يا ابو جانتي هلا اصبر صبر صبر. ابو جانتي الله يخليك، بتلاقي لنا شي محل ورد هيك، اخذ منه بوكي ورد ظريف، لانه مو معقول اروح وايدي فاضيه يعني. لك سيدي الواجب انت، 30 ثانيه بتكون جنب احلى محل الله ورد. يا سلمك يا حبيبي. سمعنا شي. لعيونك؟ ها؟ هلا حبي بورصة. هلا ابو جنتي. هلا بورصة صبرا من هود ما تكلف. ويلكم تو يو اي. ارجيني ارجيني لشو؟ ارجيني اسنانك. مدي لسانك؟ لا منيح مو طويل، وشعراتك شو حلوين ستاندر ما شاء الله. ليش ما جبتي المحروس معك ابنك؟ انا قلت لحالي خليها الزياره الاولى تكون زياره استطلاع، لانه المحروس بعته عند خالته باليونان مشان يتعلم الماني، بعدين بدي ابعته على ايطاليا مشان يتعلم انجليزي هنيك. شوي عربي شوي عربي. يلا يلا يلا. ايوه انتي يلا. ايوه الليله ليلتنا يا ابو جانتي. لك عيونك معك للصبح. والله لا لا حبيبي. منين الله جابك؟ في شيء اختي ام النور؟ لا توفيني ما في شيء، بس عم بتخيل انه هي يعني بنتي شلون بدها تحب حماتها المستقبليه اذا صار نصيب. بعتقد انا انه بده يصير نصيب، بعتقد. ها هذا اذا. انا ما عندي اولاد يتحكموا بنسوانهم، طول ما انا عايشه الكلمه كلمتي والشوره شوري، بس موت يصطفلوا. اشربي قهوتك ست كريمه قبل ما تبرد. فعلا يا ام النور، من يوم ما انا شلت اللوز ارتحت كثير. اهلا يا ابو جنتي. هلا معلم بورصه. بدك تشم لي هالورد. لك يا عيني عليك كم الورد اللي حامله. احكي لي بس نيالة سعيدة الحظ اللي بدها تاخذ هالوردات. احكي لي لشوف مين هي. شوف ابو جنتي، قبل ما احكي لك، الناس اللي بحب اتعامل معهم بدي شغلتين منهم. لعيونك الصبر والكتمان. وقت واقف محسوبك بير غميق ماله قرا. عجبني هيك عجبني. بديك تفضلي راسك هلا وتعبي مزاجك، لانه حنقضي ليله 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 احلى ليله حنقضيها ليله. قسما بالله من لما شفتك عبيت لي راسي، مع انه راسي مسكر من التعب. تعال تعال والله. لا رشرشتك هيك شم شم يا عيني عليك. ترشرش ترشرش. الواحد هيك ما بيشم الريحه بينشنش ابو بيفرفح قلبه. اخ اللي هلا لوين بدنا نروح؟ السياره. والله يا ابو جانتي في اربع بنات كل واحده بتقول للقمر قوم قوم وانا اقعد محلك. يا حبيبي بس انت شو قصتك مع رقم أربعة؟ يعني يا أربعة يا أربعين يا مية وأربعين. يا حبيبي المهم مو العدد ولا الكم ولا قديش، المهم الأداء. الأداء الأداء. منكم نستفيد معلم بورصة. هلا حبيبي حبيب قلبي. طير حبيبي طير لعيونك طير لعيونك. الحريم يلا متأكدة إنه بس اللوز شايلتيه؟ حبيبتي عواطف، ممكن تجيبي لي شوكة وسكينة؟ أنا ما بعرف آكل بلاهم. يلا لحظة. تعي عواطف عدي هلا بلا شوك وسكاكين. أمي ليش يعني؟ بلكي ما بيتعودوا ياكلوا بإيديهم مثلنا، بلكي عندهم عاداتهم. تقبريني شو بتفهمي؟ الله يجعلك من نصيب ابني حمودة يا رب. لك هي هلا بتتأقلم معنا، بتاكل مثل عامة الشعب والمواطنين. إيه معاكم حق.
يعني انا خلوني اكل مثل عامة الشعب، واذا غلطت يا ريت تنبهوني. ماشي ماشي. علي الحلال بقصتك انت هلا سكرت لي راسي. علي الحلال قصتك قصه. لا يا ابو جانتي، لا قصه ولا شيء. الواحد بيقضي حياته كلها بيكتشف في الاخر انه ما في حدا لحدا، ولما بيوقع ما في ايد واحده بتتمد له. بس والله اذا خليت خربي يعني لسه يا معلم في ناس اوادي وقلبهم على بعض، بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض. لا والله، شوف ابو جانتي، انا كان معي مصاري كتير 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 اكتر ما تتخيل، وصرت هلا مفلس، ما معي ولا فرنك اكتر ما تتصور. وبعدين هاي حياتي، قضي وقتك وخلص وعيش. اخي بضل اهم شيء الاخلاق والسيره الحسنه والسي في. شو سي في؟ اي سي في هذا؟ يعني عندك سي في مرتب الحمد لله. فيك عمي، احلى شيء بالدنيا النسوان. النسوان، عارف النسوان؟ لك طير يا زلمي، طير، نكدت علينا، طير، غير لي الجو الله يخليك. ام كلثوم هذا جوك، هذا جوك، هذا عيشة. ايوه يلا ما حدا اخذ معه شيء. يلا يا عمي والله بلا مصاري بلا شيء. انا نازل استنى برا السيارة، النسوان بيحبوا البرستيج. كلك فهم يا ابو جانتي. الو، ايه توفيق؟ اهلين ابو جانتي، شو جاي تتعشى ولا لا؟ والله ما بعرف يا توفيق رح اجي على العشاء ولا لا، حسب امتى بينزلوا النسوان. نسوان؟ شو نسوان؟ ابو جانتي وينك؟ انا هلا جاي لعندك. لك شو جاي لعندي؟ ما جاي لعندي، شو بدك فيني؟ شبك بس سمعت بصوت النسوان ارتخيت. لك نسوان نسوان، زباين عاديين يعني. عاديين ولا مو عاديين؟ اللي وينك هلا بجي لك. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص اتركني اتسبب مشان الله يا توفيق، أنا بس خلص بجي لحالي. ليك روح روح روح، اجوا النسوان ولي على قلبي. بسيطة يا رجالتي بسيطة، تركني أنا هون للشغل والتأثير وانت رايح عم تتسلم على النسوان. بس تعرف يا ابو جانتي حتواجهنا مشكله. ها خير ان شاء الله، الله لا يجيب المشاكل. عم بقول لحالي كيف بدنا نقعد النسوان؟ بيصير اقعد انا ووحده جنبي وثلاثه ورا؟ وحده تقعد انت وياها قدام وثلاثه ورا؟ لا ما بيصير، بيخالفونا الشرطه. بعدين انت لك يا بورصه، معقوله انت ضروري اربعه؟ خلي وحده منهم تنام بالبيت. لك يا ابو جانتي والله حرام، ما بحب اكسر بخاطر حدا منهم. لك يا حبيبي عليك، انت قديش قلبك كبير. لك انت اللي دخيلك. ابو جانتي هطلع شوف شو الوضع واجيك. بدك تطلع لعندهم لفوق؟ ليش ساكنين لحالهم ولا كل وحده لحال؟ لا لا ابو جانتي، بلشت تسال اسئله ما لها اجوبه نهائي. ايوه طيب، تكون تعبانه من كثر الزياره؟ شو نحن فاضيين؟ لا عنا 100 شبكه براسنا. كريمه، ست كريمه، هي كريمه، ما عاد فيني نام من كثر الجرادين.
اعمل فيها هاي؟ يحيى ما عم تفيق، نايمه مثل البقره. لك كريمه وين انا؟ شي رحتون انتي؟ خالتي انتي هون عنا بالبيت شبكي بالعلامه الانسه عواطف المدام ام عواطف. ايه تاخرت لازم روح. خليكي لسه ما شبعنا من شوفتك. بس انا شبعت، يعني قصدي انه عندي موعد مهم مع مرت السفير الصيني ولازم روح، بيكون انشغل بالها كثير. يلا بخاطركم. الو، ايه توفيق؟ اهلين ابو جانتي. نزلوا النسوان؟ اي نسوان يا زلمه؟ نايم فياتني من اربع ايام توفيق لك، اي نسوان؟ يا زلمه اطلع من هالابواب، النسوان وبعدين شب مثل الخسه مثلك هيك، يعني ما ليل وما لا اي شيء يسوي، تسلى ابو جانتي تسلى. مالي الحبيب غير جو، شو بدي فيك روح غير جو يا اخي، شو بدك فيني؟ عم بتسبب انا. ابو جانتي ابو جانتي خليهم يجوا يتعشوا معنا، اكيد لسه ما تعشوا. لك يا عيب شو عليك؟ قال جيبهم لهون. علي الحلال انت ما بتستحي، روح عني احسن ما سكر بخلقتك. ها لحظه، كم راس هن؟ معلم بورصة؟ أيوة. كأنه مو نازلين النسوان. يا أبو جانتي، النسوان مثل البورصة، ما حدا بيعرف إمتى بيطلعوا وإمتى بينزلوا، بس الشاطر لما بيخضر بيبيع، وما بيحمر بيثبت. والله هالليلة شكلها بالألوان لك يا بورصة. أخي اتصل فيهم استعجلهم، ما حلوة كمان مشان برستيجها. لك غلط يا أبو جانتي غلط، عمرك عمرك بحياتك تستعجل مرة، تركها خليها تاخد راحتها. الصياد الماهر يا أبو جانتي بيتأنى وبيعرف إمتى بيقوس. شو طالعين على صيد الحجل نحن؟ أصلاً لو طالعين على الصيد بدنا يكون معنا جفت، وين الجفت؟ ما في جفت. عم تحكي شيء يا أبو جانتي؟ لا ما عم بحكي شيء، بس عم قول يعني أنت حبيبنا، بس إذا شايف الشغلة مطولة يعني اتركني روح نام. والله أنا عم بتسبب طول النهار تعبان، مع إنه مالي قلب يعني إني أتركها. يا أبو جانتي وين تروح تنام؟ هلأ أما تشوف الحريم حتنسى كل التعب، وأنا كمان بدي أروح أجيب لك طعم، مو حلوة كمان تروح معي هيك؟ طقه؟ أنا برأيي تجيب لي بيجامة وشحاطة. بيجامة وشحاطة؟ لك بشرفك حدا بيروح على حفلة مثل هاي بيجامة وشحاطة؟ ليش هي حفلة تنكرية؟ عم بتعطلني، هلا بيجوا ما بيلاقوني، يلا باي. بسيطة يا أبجانتي بسيطة، معك نسوان وما عم تحكي معي ما هيك؟ أخ بس لو أعرف وينك لكن طبيت عليك الطب الظالمة هلا. طيب ألكي الزلمة عم يقول الصدق والنسوان اللي معه قد ستي جوز. يعني احنا بالمركز قيادي حساس جدا،
لازم ننتبه لمسؤولياتنا ونكون قد المسؤولية. عماد شوي لك كأنه الحرارة ضربت على مخاك. لك يا حبيبي أخي شايف هدول الناس النايمين لازم يضلوا نايمين. ليش؟ لأنه إذا فعلوا مصيبة بتعرف النايم مو مثل الفايق. لك يا أخي شو بدك فيهم إن كانوا نايمين ولا فايقين؟ اتركهم بحالهم. لك يا حبيبي إذا فعلوا سألونا شو بدنا نجاوبهم؟ أخي مثل ما بدك خلص أنا ما بقى أحكي بالموضوع. تركت لك موضوع العلاقة تصطفل منك لأله تدبره. بكرة شو بكرة؟ بكرة الجمعة.